يقول بانتاليو كورفينو: بإمكانك أن تخطئ في زوجتك، ولكن لا تخطئ في اختيار مهاجم الفريق. كورفينو هو نفس الشخص الذي كان سبباً في بروز عدة أسماء في الكالشيو الإيطالي من بوابة ليتشي وفيورنتينا، آخرهم البومبر الصربي دوجان فلاوفيتش. بداية القصة تعود إلى فيفري 2017. كورفينو كان مديرا رياضيا لفريق فيورنتينا. سافر كعادته إلى دول البلقان، تحديدا بلغراد، المنطقة المفضلة دائما. كورفينو اكتشف عدة أسماء من صربيا والجبل الأسود وبلغاريا، مثل ستيفان يوفيتيتش، أديم ليايتش، ميركو فوجينيتش، فاليري بوجينوف، ستيفان سافيتش وغيرهم من لاعبي البلقان. في هذه السفرة تعاقد مع المدافع نيكولا ميلينكوفيتش من بارتيزان. في تلك الفترة كانت لديه بعض المعلومات عن لاعب صغير في بارتيزان يقال أنه سيكون أفضل من ليايتش ويوفيتيتش، وتأكد ذلك. أثناء حديثه مع أصدقاء ميلينكوفيتش خرج منهم نفس الاسم، اسم دوجان فلاوفيتش، الموهبة الأفضل في صربيا حاليا. كورفينو لم يفلت الفرصة وطلب من رئيس بارتيزان بلغراد أن يمنح اللاعب فرصة الظهور مع الفريق الأول في الفترة المقبلة رغم صغر سنه، 17 سنة فقط. موهبة دوجان لم تقنع كشافية الفرق الأخرى مثل اليونايتد، بنفيكا وموناكو. تحول كورفينو عدة مرات إلى بلغراد وتابع اللاعب عن قرب. في 27 مقابلة سجل فقط 3 أهداف، أرقام ليست مقنعة كثيرا، ولكن كورفينو كشاف المواهب اقتنع بأن فلاوفيتش سينفجر في يوم من الأيام وسيتطور بشكل كبير. في نفس الوقت كورفينو المدير الرياضي المحترف لم يقتنع بأن فلاوفيتش يستحق 5 و6 و10 ملايين يورو. في صيف 2018 وقع فلاوفيتش مع فيورنتينا بقيمة 1.8 مليون يورو فقط وانطلق العمل. من 2018 إلى 2020 لم يلعب فلاوفيتش كثيرا مع الفريق الأول، والسبب الرئيسي هو المدرب فينشينزو مونتيلا الذي رفضه وأنزله إلى فريق البريمافيرا. مع البريمافيرا سجل دوجان 17 هدفا في 20 مقابلة وساهم في الفوز بالكوبا إيطاليا للشباب. في ذلك الوقت ظهرت شخصيته القوية في كل مقابلة ومع كل هدف، وهذا أول مفتاح لنجاح أي لاعب في الكالتشيو الإيطالي. خرج مونتيلا وأتى مكانه يانكيني الذي حرر فلاوفيتش من دكة الاحتياط ومن اللعب مع البريمافيرا. لعب فلاوفيتش مع يانكيني 40 مقابلة، سجل 21 هدف، وبدأ الكلام عن مهاجم يظهر قدرات كبيرة جدا رغم صغر السن. ثم أتى موسم التأكيد النهائي عن خروج موهبة دوجان فلاوفيتش إلى عالم كرة القدم مع المدرب الحالي لفريق فيورنتينا فينشينزو إيطاليانو، الذي كان سببا تكتيكيا رئيسيا لوصول دوجان إلى 17 هدف في 22 مقابلة وهو في سن 21 سنة. نتحدث عن الكالشيو الإيطالي. بعد نهاية المرحلة الأولى فيورنتينا لم يعد بإمكانه مقاومة العروض المغرية 80 مليون يورو من يوفنتوس في لاعب قبل 4 سنوات قيمته 1.8 مليون يورو. مجنون من يرفض هذا المبلغ. وانتقل بعدها فلاوفيتش إلى يوفنتوس وأصبح حديث كل العالم بعد أن كان حديث أصدقائه وكورفينو فقط. تذكروا جيدا عنوان هذه القصة: بإمكانك أن تخطئ في زوجتك، ولكن لا تخطئ في مهاجمي فريقك. الإمضاء: ابن ليتشي بانتاليو كورفينو.